أنا سنة الطيف، مهندسة من مكتب الإعلام البهائيين للجامعة البهائية في تونس. الموضوع متاع تحرير المرأة هو في الأصل مبدأ من مبادئ الدين البهائي، مش التحرير في حد ذاته بقدر ما يكون إنه المساواة بين المرأة والرجل هو مبدأ من مبادئ الدين البهائي. فهذاك اللي خلينا إن نخدموا على الموضوع متاع المساواة بين المرأة والرجل، وفي إطار متاع البحث متاعنا في التاريخ متاع تونس وفي تقدم المرأة وحالة المرأة، معناها أول حاجة نعملوا بها هو لو دياغنوستيك. في إطار الدياغنوستيك هذا نلقاو إنه المرأة التونسية الوضعية متاعها تطورت وتحرت من فترة إلى فترة، ماشية وقاعدة تتطور وتتحرر، والوضعية متاع المرأة التونسية متقدمة بعبوغ النساء في البلدان العربية الأخرى المجاورة. دونك هذا كان يخلينا في المرحلة هذه نحكيه على تحرر المرأة و l'émancipation de la femme en Tunisie précisément. وكي نجيو نشوفوا الحقيقة الكونية اللي احنا نعيشوا فيها، نلقاو انه العالم ما هو قاعد يتقدم وما هو قاعد يتطور كان بوجود الجناحين، كما تفضل حضرة بها الله وقال انه فما جناحين اللي هما يكونوا الطائر واللي يخليوا الطائر يتقدم، اللي هو المرأة والرجل. فما نجمش العالم يتقدم لو كان الجناحين ما يكونوش عندهم نفس الخاصيات اللي مكنهم انهم باش يخليوا الطائر يتقدم بمسار مستقيم. هو اكيد في اي مكان، في مكان العالم موجودين فيه البهائيين، الا وما يكون الموضوع اللي يحكيوا فيه يتشابه مع المواضيع اللي نحكيوا فيها احنا في تونس. اما كل بلد وعنده خصوصياته، وكل بلد عنده احتياجاته في اللحظة هذيك. فاحتياجات تونس أننا نحكيه على تحرر المرأة وأننا نحكيه على وضعية المرأة. في بلدان أخرى الأولويات متاع البلد متاعهم ممكن يكونوا مواضيع أخرى. أما مهما يكون خصوصية البلد، أكيد أنه وضعية المساواة بين المرأة والرجل لازم يكون في المحاور متاع المحادثات متاعهم على خاطر مبدأ. المساواة في الإرث، احنا بكري كنا نعملوا في لقاء وحكينا على المساواة بين المرأة والرجل، وحكينا انه فما تخصصات، فاكيد انه في الارض زادة فما دي سبيسيفيسيتي اللي ماهوماش كيف كيف بالنسبة للمرأة وبالنسبة للراجل. الابن عنده حقوق والبنت عندها حقوق اخرى اللي تكفل لا بيرينيتي دو لا فامي. معناها مثلا نلقاو انه في الدين البهائي البنت ترث المسوخ الذهب نتاع الام. فبما انه في الجانب الاخر نلقاو انه الابن الاكبر هو اللي من واجبه يرث بيت الاب اللي هو كان مفتوح للعائله، باش هو يكمل يفتحه للعائله بعد ما مات الاب. فنلقاو انه صحيح نحكيو على المساواه، اما ثم خصوصيات في المساواه زاد. ممكن مفهومنا المساواة لازم يتطور، ولازمنا نبحث ما معنى المساواة بين المرأة والرجل. هل هو إيدنتيك وإلا فما حاجة أخرى اللي لازمنا نفهموها؟ هو الخصوصية في الدين البهائي إنه ما فماش اجتهاد، فما نصوص وأحكام نلتجأ إليها، وفما هيئات مركزية وعالمية نتجه لها pour avoir des clarifications. معناها باش هكا ما يكونش فما اجتهاد وتأويل وانشقاقات والكل. البهائية هو دين سماوي جاء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبهائية تمن بلا كونتينيتي دي ريليجيون، معناها نمنوا بالديانات من أول ما ظهرت إلى حضرة بهاء الله اللي هو المظهر الإلهي نتاع العصر هذايا، واللي هو جاء بالدواء ولا بالمرهم اللي باش يداوينا من الامراض نتاع العالم اللي احنا عايشين فيها. فنمنوا بسيدنا محمد، نمنوا بسيدنا المسيح، نمنوا بسيدنا يهود، نمنوا معناها بكل الديانات السابقه، وان شاء الله زاد كل الديانات اللاحقه اللي جايه بعد حضره بهاء الله، على خاطر يد الله مفتوحه كل الفتح ليست مغلوله، فديما رحمته باش تقعد موجوده علينا. في تونس من ما بين اهم المواضيع اللي نحكيو عليها
على حسب الخصوصية واحتياج تونس في الوقت الحالي هو التعايش. موضوع التعايش اللي هو موضوع يهم برشا العباد، وكي نحكيو تعايش في نفس الوقت معناها سيتان تيم جينيريك اللي نجم يضم برشا مواضيع اخرى. في نفس الوقت نحكيو على العدل والعدالة، نحكيو على الانصاف، نحكيو على المحبة، نحكيو على الوحدة، وهذا يدخل تحت اللواء نتاع موضوع التعايش. احنا في البهائية ما عندناش التقية، دونك ما تلقاش انه فما بهائي يخبي هويته البهائية الجيران والاصدقاء في العمل العائلته والكل. تلقانا اننا نحكيو على هويتنا بكل طلاقة وبكل وضوح. انا شنية عائلتي وشنية جيراني في وسط المجتمع التونسي ككل، لكن في الفترة الأخيرة الحمد لله نظرا للحرية التعبير والكل في تونس، ولينا نلقاو رواحنا نخرجوا في ديزيميسيون تيليفيزي، نخرجوا في الراديو، نعملوا ندوات كيما هكا. فبشوية بشوية تلقى البهائية والبهائيين قاعدين يتعرفوا عليهم أكثر في تونس. وفي نفس الوقت نلقاو زادة حتى في أماكن إن ولا في برامج تلفزية ولا راديوفونية احنا مش موجودين عليها، مع عباد أخرين اللي يعرفونا يحكيوا علينا. هو أكيد إن احنا منفتحين لجميع الخلفيات دينية وإلا إثنية، الكلهم مرحب بهم. وفي نفس الوقت لقينا الترحاب من إخواننا المسيحيين، من إخواننا اليهود، من إخواننا المسلمين، سنة وشيعة، من إخواننا الصوفيين البوذيين. تلقاهم معناها لقاو أن تيران دونتونت، مواضيع تتلائم معاهم واللي هما بيدهم ماذا بيهم يحكيوا فيهم. فتلقانا في لقاءاتنا متواجدين مع بعضنا بكل محبة وبكل صداقة وإخاء. هو على الأقل حسب أنا مفهومي للمساحات اللي قاعدين نفتحوا فيها هذية، إنه باش يتم رفع الوعي متاع المجتمع التونسي، لأنه في وقت من الأوقات المجتمع التونسي كان متسامح برشا ومنفتح برشا عن الاختلاف. فتلقى أنت في نفس الحارة تلقى فيها تونسي مسلم مسيحي يهودي متعايشين مع بعضهم بكل محبة بكل تسامح، ويتعاونوا مع بعضهم في كل شيء. في فترة من الفترات مشيت لتوندونس إنه إحنا التوانسة الكل توابع سكر، الكلنا عنا نفس الخلفية الدينية، الكلنا عنا نفس الاعتقاد، الكلنا عنا نفس المفاهيم. فالتعددية اللي كنا إحنا عايشين فيها في تونس بدأت كينها تنسى من الذاكرة. فلقينا رواحنا إنه ليه الحمد لله هما زلنا متواجدين وما زلنا مع بعضنا وما زلنا نحكي مع بعضنا، وبشوية بشوية قاعدين نعود ونرجعوا نتفكروا التاريخ التونسي اللي هو تاريخ متعدد، ونلقاو كل الديانات وكل الحضارات تعدت على تونس قبل ما تمشي لأي بلاصة أخرى، لأنه مكان تونس مكان استراتيجي. والحمد لله تونس هي إن شاء الله الليدر في الانفتاح، في التجديد، في برشا حوايج بوزيتيف. تونس هي كانت ديما المقدمة في هذا. والله كي تجي تشوف مادامنا نستعمل في الأماكن العمومية، والأماكن العمومية أكيد لازم تكون فيها تراخيص، دونك هذا يثبت على العلاقة الموجودة مع الحكومة. لازمنا ترخيص باش نكونوا متواجدين في مكان عمومي، واحنا توا متواجدين في مكان عمومي، يعني اكيد انه فما تقبل للفكره. زاد كي تلقى انه في نفس اللقاءات اللي احنا نكونوا متواجدين فيها يكونوا متواجدين معنا دي ديبوتي، يكونوا متواجدين معنا سفراء، يكونوا متواجدين معنا نواب والا وزراء، والا اخر لقاء زاد كان معنا المفتي نتاع ديار التونسيه. معناها تفهم انه لا كولتور دو لا ديفيرسيتي باقي متجذره فينا وقاعدين نعيشوا فيها وقاعدين نمارسوا فيها بكل بصفه طبيعيه. معناها القانون مازال ما تلائمش وما تماشيش مع التفكير نتاع المجتمع، فهذا ياخذ شويه وقت. احنا نتاملوا انه تو تاغ سافا اريفي، معناها خاطر القانون نتاعنا التونسي مثلا ما فيهش جمعيه دينيه، لا لا لي اسوسياسيون كولتويل
n'existe pas. On peut faire une association culturelle, mais on n'est pas une culture, on est un culte. Donc, هون يجي الفرق. وقت اللي يتبدل القانون وقتها يتيح لنا الفرصة. وإن شاء الله نحن في خطة ثابتة ماشيين الغادي بقدرة ربي.